الثلاثاء السابع ماي أقنعنا الفيس أم أقنعنا الأفلان كل أجاب بحسب ميوله بعد أول مواجهة تلفزيونية بين مهري وعباسي الانطباعات تذهب إلى أن اللقاء كان انطلاقة للمعركة الانتخابية بين الجبهتين علي بن حاج يقول في مهرجان بقسنطينة إن السياسة لن تخرج من المساجد وربح بن شريف يصرح في رأس العيون بولاية باتنة بأنه سيبقى يناضل إلى أن تتحقق دولة القانون وعندها سيلبس القندورة ويتجه للاستراحة في الصحراء الأربعاء الثامن ماي علي بن حاج وسحنوني يحطان الرحال بمدينة سطيف ليعلنا أن الشريعة ستطبق منذ اليوم الأول لقيام الدولة الإسلامية عباس مدني يقيم مهرجانا بمدينة جالمة التي يدخلها حمروش في زيارة تحمله إلى كل من جالمة أم البواقي عين البيضاء وكثير من بلديات الشرق الجزائري حمروش يؤكد أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تشكل الضمان للخروج من الأزمة في نفس اليوم عميرات يلتقي أبناء الشهداء بمدينة أقبو ليجدد التأكيد على العمل من أجل وحدة الجزائر والرئيس أحمد بن بلة يلتقي الجامعيين بوهران في يوم دراسي حول أحداث 8 ماي 45 الخميس والجمعة نهاية الأسبوع لم تكن للراحة المهرجانات تتضاعف في مختلف أنحاء الجمهورية الأحزاب تعد عكسيا للانتخابات وتبدأ الحملة قبل الأوان سعيد سعدي يقول في سطيف يجب أن ينجح الديمقراطيون حسين أيت أحمد يختار خراطة رمز أحداث 8 ماي لمهرجان كبير بن بلة يزور معسكر بعد وهران التي تستضيف زعيمة حزب العمال لويزا حنون زعيم حركة النهضة جاب الله يلتقي المناضلين والصحافة في قاعة إفريقيا بالعاصمة ويعلن أن حزبه حليف طبيعي لكل الأحزاب الإسلامية رئيس حركة الأمة بن يوسف بن خدة ينشط ندوة بالبليدة محفوظ نحناح يصرح لجريدة أوريزون نحن لا نكن عداوة لأحد والإيكولوجيون بزعمة الدكتور بولبينا يختارون نزل السفير لحديث عن برنامج وأفكار حزب إيكولوجيا والحرية الجديد بين كل الفعاليات السياسية المترشحون الأحرار يتخبطون في إشكال قانوني وبيروقراطي يرفعون صوتهم عاليا في اجتماع بالعاصمة ليس بإمكاننا أن نحضر 500 موقع إلى القاضي ثم يرفعون المطالب إلى رئاسة الجمهورية السبت 11 ماي بين اصطياد الفنانين والرياضيين والأسماء الصحفية المعروفة ورجال المال والأعمال قيادات الأحزاب السياسية تضع اللمسات الأخيرة على قوائم المترشحين قبل الإعلان عنها في 48 ساعة القادمة وزير العدل يضع النبرة في حصة تلفزيونية على استقلالية القضاء في كل تفاصيل العملية الانتخابية الأحد 12 ماي مولود حمروش هو مرشح جبهة التحرير في دائرة قصر الشلالة الأفلان يرشح كذلك السيد بالخادم في وادي المرة بالأغواط عبد السلام بالعيد يختار القائمة الحرة بعين الكبيرة في سطيف وفي نفس الولاية دائرة بني ورثيلان يترشح زعيم الأفافاس حسين أيت أحمد في تيزي وزو سعيد سعدي في دائرة الجزائر الوسطى كل من حميد خوجة ونور الدين بكروح في مجدالة ولاية بويرة سليمان عميرات وفي الدار البيضاء لويزا حنون عن حزب العمال أسماء أخرى منتظرة في القوائم النهائية وزعماء آخرون يمتنعون عن تقديم ترشيحاتهم يؤجلون ذلك ربما للانتخابات الرئاسية